السلام عليكم البنات، واش راكم؟ نتمنى تكونوا كامل بخير وعلى خير. وفيديو تاع اليوم نلقى كامل حبايبي وحبيباتي اون بون سونتي اون بون فورم اون بون هيومور ان شاء الله يا رب العالمين. اي بيان سور، نرحب بالمشتركين اللي دخلوا جدد، راهم الله يبارك شاك جوغ راهم يدخلوا هكذا المشتركين جدد. نقول لهم مرحبا بكم في القناه، راكم منورين القناه ونتمنى تعجبكم القناه. وي بيان سور، المشتركين ديالي القدام اللي راهم يعني ديما يساندوا فيا، ديما يشجعوني، يعني نقول لهم بكم راني نقدم اكثر وراني يعني نزيد لكم هكذا فيديوهات هكذا جدد. اي بيان سور، اللي مازال ما اشتركش نقول لهم اشتركوا وفعلوا الجرس باش يصلكم هكذا كل جديد هكذا، وباش تزيد تكبر اللمه ديالنا وتكبر العائله ديالنا. انا كيما راكم تشوفوا يعني هنا راني بديت الروتين ديالي ولا فيديو ديالي تاع اليوم بهذا، يعني بلا بلاك ديجا قبل بلا بلاك يعني بديتها بهذيك لا بلونت، يعني تالمون فرحت بلي كيفاش كبرت، غرستها صغيره دقيقه يعني لقيتها هكذا كبرت، وهو من تم يعني جست هكذا لا بلاك ديالي كيما راكم تشوفوا. يعني انا قبل ما نبدا في يعني في الطياب ولا قبل ما نشعل لا بلاك ديالي لازم نجوز لها هذيك الرغيوه، ومن بعد راح نجوز لها كامل هذاك لو برودوي ميتي سورفاس ديالي اللي ما يخطينيش انا في الدار، باش يعطي لي هذيك الريحه هذيك لا بريونس ويعطي لي الطاقه الايجابيه باش نبدا شغلي ولا الطياب ديالي. فوالا نسخي في اللونت، ازول في اللونت، العسله منونت، اكن مثلين تغلى شانينو. كي كنت تقرا اشاك فوا ان شاء الله لا فيديو وساكم تفيد ايكل اون بون سونتي اون بون فورم اون بون هيومور ان شاء الله اون فورم. فوالا كي نتزار نتاك تسيل لا فيديو وسات نبدا ونتي داكي لا بلونت انا كنت تيمون فرحه. لا بلونت اللي غاكي وزرتك حتى مزيان دقيقه وفيرتك تمغور كسينا عدا غداكي لا بلاكينو انا كنت دنكي شاك ماتان، يعني كل ما دنكي هكا صباح وبشعلي غالا بلاكينو حاشا ما سعد غاز داك هي الرغوه وسعد دي غاكيس ميتي سيرفاس ني كينزام توجو ميتي سيرفاس دو ريفلو نا كنت دي تاكي داك لا بريونس بلوس يعني ريحه يدي تاك نا كي بلوس دو فولونتي هكا موتيفاسيون هكا باش ميك ادا نو ادا يعني ادب دو غاكي نشغل لا جورني نو نا كنت سورتو يعني تي ديك ني اكس ان تا كوزين تينس اوفيرت ام الحالينو يعني كنين عالم لا كوزين اوفيرت توجو تتقابل داك لونتري نتقابل دون سالا مونجي نا تقابل داك يعني كي الصالون راكي توجور يعني ديجا كنت دين اخم نونت يعني ميتي سيرفاس ديجا خم نونت توت لا جورني اسعى الريحاني شا كنت دين يعني كي وني ديك شمنخه توجور قايد شو ريحاني يعني اي بنس ميتي سيرفاس يد توجور يعني يخترق خان وكنت يعني كنت ريكومونديغ كنت دين يعني غير وثين وثي جابان سي غير جابان باسكو يعني تاكد فغيمون اون تري بون اودور وهي اون تري بون بريون اون بيل بريونس اون فيت هكا. فوالا كسينا وضق الغاز بارطاجي هذه دوين تاكا دو ريسيت السالي ناكل وير كنت داك الريحه نرمطه لي سالي لا بريوش سالي ترو بون كنت دي ان لا ريسيت غير جمام تاكا رمطه وحيد لو سكري كاين الفلون باتيسي فاسون كاين الكوميرس كاين مني ايدين تاعك كبره. فوالا قلت لكم خياتي من نيتواياج تاع لا بلاك راح نجوز نشارك معكم وصفه يعني مالحه ووصفه حلوه. نبدا في الوصفه المالحه يعني بريوش مالح كما راكم تشوفوا في الصور يعني يجي شهي ويجي بنين ويجي يعني خفيف. واش نقول لكم قاد يلا نجوز نشوفوا طريقه التحضير. هنا اول حاجه راني خديت هكذا مقله، راني حطيت هكذا كميه تاع بصله كبيره قطع مقطعه هكذا مكعبات صغار، انا رحيتها هكذا في الاشوى بصح رحيتها هكذا في القشين، حبه زوج حبيبات زرودي هكذا كبار قشرتهم ورابيتهم. انا عندي كميه تاع دجاج مرحي ولا هكذا يعني فيون داشي ولا لحم المفروم. هنا البصل كي رحيتو رحيته معاهم 3 سنين توم، انا راح درت لهم تاع كميه تاع الزيت، انا راه نزيد لهم توابل فلفل كحل كركم الثوم المرحي ولا مع زنجبيل وتابل خاص بالدجاج، لكن ما عندكمش يعني ما تزيدوا اي حاجه توابل وحده اخرى. فوالا ونخلي كوش هكذا يطيب هكذا دو كوتي على النار هاديه ونجوزو نشوفو يعني كيفاش نحضو هذيك لاجينا. فوالا انا كنت يعني لا بغيو سالي لا بروميير دي شوز نحط نبريباري لا فارس، انا كنت دي لا فارس مع داك هي لا سوتيزينو على الغاز تبصل تاكا تنقران اتبطو نتا كي مزيان اون بتي دي نار ات كي يعني دي زفير تاكا كل اشوا مي زفير تاكا شويه ديال الزهر وحيت لا تفنزا كان تسكر
دي غوري سان زرو ديال تنتم قراني نرى بيرسونت دي غوري ان كونتيتي هكا البولي اشي نغ اي زيت يعني البلون بولي يعني دي انز ازلا نغ كني تبغي من لافيون داشي يعني دي او شوا دي اني غسل ملح الفلفل باهين كركم ايبي سبيسيال بولي نغ نغ هكا شويه زنجبيل نغ موت سايمارك الايبيس ني بي سبيسيال بولي يعني وخدمي مرا لي زيبيس ماتون يعني خدم جوست في الفلفل باهين يعني مسمى الكركم نغ علم اي في الفلفل باهين يشط بيان سور الملح وحيد الزيت وهذا جاري كل شكا دي هذه وكي ابتي فو واس على كالغتا وهذا جا كل شكا هذه وهذا دي غاد بريباري لا باتينو الوغ الى بات احوجا الكاس يفكي ازقل الكاس نزيف وانا نسخلطها كان واحد اسا نوطا نجوف الماكلة تمتون تغوم تا نجوف الماكلة نسكر اذا نو نسخلطها كل شكي وكا وتجمع غيك الميلونج نيس الفارينة واسا نوطا نجوف القهوة نتمتون الكاتو يعني دي لابات يعني السكري لابغيوشي باش اكون تاف باش تريوسي مزيز اي فو اتجم لابات نون فغيمون ستكولي هكا يعني كل ما تجم لابات نون ستكولي كل ما تياس لابغيوش نون يعني يعني مام يعني دي القاعدين لابات تكولي يعني توت لي بات لوفي يعني يعني لي بات كل كسو سوا لا بريوش نار اغروم نار كلش لي بات لوفي كي يعني جمت اكا تقولي يعني اتقل يعني اتريوسي من غوسات نون 100% فوالا خياتي قلت لكم بون فوالا تقلع كيس قبيلي لان كنت يعني ابخي ما تدنا لي كل اتنج اتالي ابخي انزر باش نكمل غوساتنا كما قلت لكم خياتي قلت لكم لهنا للعجينه نحتاج كاس حليب دافي نص كاس زيت راح نخلطهم هكذا مع بعض نزيد لهم مغيفة كبيرة ولا مغيفة اكل خميرة الخبز مغيفة كبيرة سكر راح نزيد نخلطهم من بعد راح نزيد لهم هنا فارينة الملح بيان سور الفارينة هنا الفارينة يعني قيس يعني حتى تحصل على العجينة لازم تتلاصق يعني ما نشفوش بزاف العجينة ديالنا يعني قلت لكم هنا السر باش تنجحوا يعني في يعني في العجينة يعني في الوصفة لازم يعني هذه القاعدة لكل يعني العجائن يعني المخبوزات كسوا يعني الخبز ولا البريوش ولا اي حاجة لازم تخلوا يعني العجينة ديالكم فريمون يعني تتلاصق هكذا باش يخرج لكم هذاك الخبز ديالكم ولا البريوش ديالكم يجي خفيف اكثر يعني كل ما خليتوا العجينة ديالكم تتلاصق كل ما تنجحوا ويجيكم يعني البريوش ديالكم ولا الخبز ديالكم يجي يعني ناجح ويجي خفيف يعني اكثر مع نص مع مغرفه صغيره خميره الحلويات وفوالا من بعد بعد ما نكمل هذيك العجينه راح نخلي العجينه ديالي تخمر وكي نخليها تخمر راح نولي لكم نشوفوا كيفاش نكملوا الوصفه ايلك يعني هنا كيفاش خرجت لي يعني هذيك يعني كيفاش خليت هذيك العجينه فريمون يعني تتلاصق فوالا نخليها تخمر اكي كنت هنا في لاباط يعني ما كانتش جاكا يعني تو يعني تمنت هكا كلا كفاس ابخي تجاكا اتالي ديك نظام تمي تجاكا تولي دي ما تني وقش سوغاكا على سباكي كويسون دي تو على باتيني اسدي اتدي غازي وتعلق كاين اتبطو هكا على سبعه لي بول وانت تسعيك لاكا البلاطو اي بغي غسوا هكا ود جرب شاك بولا كي لسباس هكا باش الزر يعني اسكول سنيواني اثاوي يعني لا كونتيتي يعني ايدال نخاتي فوالا انا كنت يفوا انتر شاك بول يفوا جاك ليسباس باش مي باسكو تو انت نو انت فارسي غدا نونت اد مغارنت بلوس اذا نو غدا كانت جا غدا نونت ثالث يعني واذا نونت يعني هذا نوت يعني ضمانت اكثر و القنزات نتطنت يعني دونك يفوا تنجينا كان ليسباس باش ما ديفلوبي انت كذا فهمت ليسباس مي يعني ديفلوبي فوالا كما قلت لكم هنا قلت لكم بعد ما خمرت هذيك العجينه كما راكم تشوفوا هنا راح ديغازيتها كامل وقسمتها على سبع اجزاء على سبع كرات وهنا راني خديت لو بلاطو اللي راح نطيب هاد البريوش ديالي من بعد راح ندير هكذا صاير داير نحط هذوك الكرات يعني ما بين كل كره راح نحط يعني هذيك يعني نخلي يعني الفراغ ما بيناتهم باسكو راح ندير لهم الحش نعمرهم هكذا في الداخل من بعد يعني راح يزيدوا يكبروا وزيد نزيد نخليهم يخمروا مره ثانيه دونك رايحين يزيدوا يديفلوباو وفي الفرن اكيد ثاني كي يطيبوا رايحين يزيدوا يكبروا ولازم يعني نخليوهم هكذا ليسباس ولا المكان الفراغ باش يزيدوا يعني يتنفسوا اكثر ويلقاو هكذا ليسباس باش يديفلوبيو اكثر
وهنا هذيك الحشو بعد ما طبلي، هنا كي طبلي طفيت عليه وزدت له هكذا 3 فرما يعني 3 بورسيون دو فروماج، وخليتهم هكذا حتى يذابوا كامل بهذيك الرغبه. دونك انا كنتي ديمي فوق هيك على لي بول ني دي لا فارس ني ايمي سوا سنسغاس، انا غاس 3 فرماج هنا كاين، ومع واحد لا فابور ني كاين الحموني يعني ارني نفسي تي تودد معاك شاك بول كاتل ديراكت نظام تبيه اسعى لك لا فارس ني كاز طون جو تاك لا فارس داخل يعني يفو يعني يفو اتر جينيرو تشارم تاك هي لا فارس وسنوا كاين شويه فرماج غابي وتسرسق وتبلع بيان كي وتقلبغ وتقعد هكا لا فورم ني سكي وتسرسق بلاستيس فوالا ابخي انت باتلي جوني غاكيس تملات وسع عليك شويه القهوه تبعي كانت باش تسيك سريحه ني تملات بلوس واش ديفكا كي لا كولور ني مارون بس ما فيو فوالا دونك و ابخي لا ديكوراسيون كي داير اسع لوغ فرماج غابي كسوفل دونك وي يعني كولي ونسي على ديكوراسيون يبغى تبغي مسا ما كاسينوش سوفل يعني زرار تبغي يعني تبغي ما زنجلان دونك دي لا ديكوراسيون سي او شو تبغي ما تجمت جوستك يعني دي ادي قل لو شو فوالا قلت لكم خياتي هنا بعد ما نحيت كامل هذوك اللي بول هكذا هنا راح نبدا نفاسوني في البريوج ديالي ناخذ كل كره نحلها هكذا فوق البلون طرافي ديالي كما راكم تشوفوا في الصوره من بعد راح ندير مغرفة تاع الحشو ونزيد كميه تاع الفرماج يعني غابي من الفوق وراح نبلعها هكذا وراح نبلع يعني نبلعها يعني مليح هكذا ونقلبها وراح يعني نعطيها هذاك شكل دائري وراح نحطها هكذا في يعني في لو بلاطو كيما راكم تشوفوا يعني كي فرسيتهم هكذا بالحج راهم زادوا يعني كبار يعني زادوا هكذا في الحج. من بعد راح نبدي جونيهم كامل بالبيض والقهوه ندير لهم هكذا قطرات تاع القهوه كيما باش يعني هذاك الريحه تاع البيض ينحيه لهذيك القهوه ويزيد يعني يعطي له هذيك هذيك يعني اللون يعني البني يجي هكذاك شباب فوالا. من بعد راح نطيبهم على درجه 200 درجه والفرن لازم يكون سخون مقبل كما على بالكم يعني المخبوزات كامل لازم يعني يطيبوا على درجه قويه هكذا باش عاليه يعني هكذا باش يعني يطيبوا يديفلوباو يعني فاسيلمون هذيك الخميره تتفاعل يعني مع هذيك الحراره اللي في الفرن. دونك كي كنتي دينا انا كنتي ديما تبادي جونيريك انت على ادو انت كاع درجه لا تمبيراتور 200 دغري انا كنت دادي لي بيان سور لير سحمر ديجا فورينو قبل انا كنت يعني لي باتي دو فين نار الكي يفو يعني ادو انت يعني غلات لا تمبيراتور الفي هكا باش يعني لا لوفور ني يعني تتفاعل رابيدمون كاينه واحد الحمونه كان الفوق فوالا خياتي هنا من بعد التزيين قلت لكم كل واحد يزين يعني على حسب واش عنده على حسب الذوق ديالو على حسب واش يحب انا خيطت نزينهم هكذا بالفرماج غابي بما انه يعني سي دي ساليد داخل فيهم فرماج هكذا باش كي نحطوهم هكذا فوق الطابله يعني يبانوا هكذا باللي باللي يعني مملحات فوالا. لما تحرم شيئا قل يا ربي يا مغني ينسيك لا تتذكر سلام على من يشكر. لما تدل روحك قل يا ربي يا معز فإذا بك تنهى وتأمر كريم لما يغفر. لما يكسر قلبك قل يا ربي يا جبار فإذا بك. وانا كما راكم تشوفوا بعد ما طبلي هذيك البريوش هنا كما راكم تشوفوا راح هكذاك سخون راح نحي كامل فوق لاكري باش يتهوى باش ما يعجنش يعني مع هذيك الحراره. من بعد راح نشوفوه في الطبق التقديم. اكي كنتي درنا كنتي ديمي جوا البريوش هنا كني تزعمت ديتي ديك الساعه كني حما سوف لاكري هكا باش ما يخلي سميتها هكا باش وقت تعجينا ونملقى من بعد الطبق التقديم تني دوت ناضين ما زوت على هكا الجميله فيديو سني احبس على الجام وبعد كملها كتفرجت كما قلت لكم خياتي قلت لكم هنا لي وصلت لي وصلت لهنا مازال ما درتش الجام للفيديو نقولها حبسيه كما راكي ديري جام وكملي يعني تفرجي. وهنا اوليك البرج ديالي في طبق التقديم هنا يعني قلت لكم جبت لكم ريحه رمضان هنا اللي قدمته هكذا مع شريبه سنعصفور باش نقول لكم والله غير يعني كما نقولوا
يعني استمتعنا بهذا البريوش المالح اللي خرج بزاف بزاف، روعة 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 فوق الروعة، من أطيب ما يكون، جا بزاف بني. وهذيك شريبة وما نقولكمش، يعني ما عندي ما نقولكم عليها، نقول هذه اللي حبيت يعني نشارك معاكم. يعني إلا كان راكو حابين نشارك معاكم الوصفة تاع شربة لسان عصفور دي على طريقتي أنا، اكتبوا لي برك في التعليق، ما يعني ما كاش مشكل، راح نشاركها معكم في الايام المقبله ان شاء الله. ولكن كنت دي انا كنت دا في البريوش نيم يعني ايميكو، وانا كنت دي يعني وكنت دا ريحه نمطان داي نيم دي يقدم عصاك واحد الشربه لسان عصفور. انا كنت دي يعني يوسد فريمون فريمون بنين مليح مليح، اكني كنت دي بنين يعني دروس دي واحد كيف على نتات يعني واحد الشربه لسان عصفور. انا كنت يعني سيني بغانا كي ما تبغيني يعني بارطاجي فيديو لا غوسيت للشربة لسان عصفور، اما فاسون يعني يا با بروبليم، كتب لي كان كاين الكومونتير اكون ديجا كي اكون على لا فيديو وسني دي تو دو فوالا. وصراحه عندي كي نزرا كيني الجلسوك جلسه لي غل سكري نكون دير بارطاجي فيديو يعني لو فلون باتيسيي، يعني اثناء كي نزام تاكك لو فوتو ادي يوسف تاكك فريمون 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 بنين بزاف بزاف، يعني مش هذا شكرات شكرات كيما نيو مي لوني في تشان جيسبر اديك سباك كي الكومونتير ادي نكاي بنينيت يعني لا روسيتيني بيو تاكين بون تجارتي ودلت ما دوت كلش ايدينا نسخ في مسار على داك لو فلون باتيسيي ناس يا با دو بروبليم. دونك ادي لا روسيت تاك نظام تبين حوايج 125 غرام مارغاري تاع تمليت مثلا 30 طنجوين من الزيت و 40 طنجوين من السكر اسخل دقيق وحلا فاني اسخل دقيق كلوي في كاس الباتو حشمي الحقي حشمي قلي داك الميلونج ني كي جوين كريم و سانو هكا الفارينة هكا شوية شوية و سانو هكا ابي بخي هكا تنجو ساكن تمتونت تمتونت و الكاطو فوالا و تجمعي كل سفينة حاشا يعني تقلي داكا حاشا يعني ما إلا تفغي داكا اون باتا كيني اتنسى داك يطرطب. انا كيما قلت لكم خياتي قلت لكم هنا من الملح راح نجوزو هكذا يعني للحلو، هنا راح نشارك معاكم الفلون باتيسي هكذا على طريقه المحلات. قلت لكم يعني هذه الوصفه اختي حبيبتي جارتي يعني كلش يعني هي من اقرب ليا قالت لي ساره يعني من فضلك ديري لنا يعني وصفه الفلون باتيسي، نقولها يا حبيبتي راني لبيت لك يعني الرغبه ديالك راني درتها لك، نتمنى تجربيها وتنجحي بها وتعجبك وتخلي لي هكذا التعليق هكذا في يعني التعليق المشجع. لهنا للوصفه نحتاج 125 غرام مارغرين، حبه بيض، 3 مغارف زيت، 4 مغارف سكر، راح نخلطهم مع فانيليا نخلطهم هكذا بلو باتور حتى نحصل على القوام كريمي. من بعد راح نزيد يعني نلم هذيك الخليط بالفرينه مع هكذا مغرفه صغيره مخميره الحلويات عفوا. من بعد يعني راه هكذا حتى نتحصلوا على عجينه كونطريه كما راكم تشوفوا هنا، راح نخليها ترتاح ما بين 10 15 دقيقه في الفريجيدا، من بعد راح نكملوا يعني الوصفه ديالنا. لهنا بعد ما ارتحت هذيك العجينه اني حلي راح نفت هكذا ورقتها راح نحل هكذا راح نعطي لها يعني الحجم تاع يعني لو بلا ديالي اللي راح يطيب فيه فوالا. كي كنت دينا كنت دي مي يعني سوبوزي لا باتينو اونت 15 ا 20 مينوت دي كي تخزرمت دي هاد الديريك هكا سوج عاد لا باتينو سفكايك لا فورم سينيوينو ابخي يعني ابخي ما سفكايك لا فورم سينيوينو اتعلى كيك سينيوا اتعليك لا سفكايك لا فورم سينيوا بيا وات 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 نقراي كي لا كي تفرشيت وات سا كي فريجيدا اتروبوزي اونتر اكي يعني حاشا مدين بريباريغ دو لو فلون ني. دونك قلت لكم خياتي هنا كي نحطها هكذا في داخل السنيوا راح نعطي لها كامل الحجم يعني هذيك لا فورم تاع السنيوا ولا هذيك لو بلا ديالي. من بعد راح نحط نتقبها كامل بالفرشيطه ونحط لو بلا ديالي داخل الفريجيدار باش تزيد باش تزيد يعني تريح وتاخذ يعني هذيك لا فورم بيان. من بعد يعني باش نجوزو نوجدو هكذا مع بعض هذاك لو فلون. انا لو فلون هذاك اول حاجه انا خديت لتر حليب حطيته هكذا فوق النار، وهنا في جهه واحده اخرى انا خديت الغيسيبيون راح حطيت فيهم 3 حبات بيض راح نزيد لهم كاس نشا او كاس مايزينا راح نخلطهم هكذا مع هكذا مع بعض. من بعد راح نزيد لهم كاس سكر حرش كما راكم تشوفوا،
من بعد راح نرفد هذاك الحليب اللي حطيته هكذا فوق النار، راح نضيف له هكذا شويه باش هذاك، ونزيد نخلط باش هذيك لا ميزينه او النشا راح يعني رايحه تذوب كامل، يعني ما يقعدوليش هذوك الحبيبات. من بعد يعني راح نخلط هاد المياد الخليط مع يعني هذاك اللتر تاع الحليب يعني اللي يكون هكذا دافي، يعني ما نسخنوش ما نغليوش، يعني غير راح نديرو يعني غير يعني غير نسخنو فوالا. من بعد راح نحطهم هكذا فوق النار مع التحريك المستمر حتى يعني يولي لي يعني هذيك الخليط كريمه، والكريمه هذيك يعني راح مع الاول رايحين يعني تشوفوها هكذا جاريه بصح، يعني ما تخافوش راح كي تبرد، كل ما تبرد كل ما تحكم روحها اكثر، وكل يعني كي نحطو هكذا فوق هذاك لو فون دو تارت وراح يزيد يطيب في الفرن راح يزيد يعني يحكم روحه اكثر. فوالا انا كنت داير هذا كذا على لا كريم لو فلوني لو فلون دو شحواجه او دي بي دماند لي تري سكالات كاسون تاع لا تشوف من الكاز هكا باش تحمو ماشي تركم. ابري الجهه نتن دماند هكا ريسيبيو على 30 مللي على الغس على 30 مللي على الغس الكاس لا مايزينا خلط خلطه كاس الفوي مانيوال انا هكا الكاس نسكر كريستاليزي هكا خلط خلطه هكا الواحد ابري دماند اي لي تري نوفكي على غير هكا شويه باش انا هكا باش بوغ ايفيتي لي غرومون هكا لا ميزينا ني تخدم تاع لي غرومون. ابخي انا هكا مليح ابخي دما د الميلونجي خلطت خصنا هكا واحد النويف كيني الا انا كنت كاسرونت كي تا كاسرونت دي تفري داك شويه تا مزيان دوك على علقت دينا كوكوتي تا مزيان. ابخي سا سخت هكا سوف الغاز انا غاسا نجيب لا فاني دونك كوم هادي كي داي ابقي مع التحريك كان سوف الغاز حاشا ما داي ميلونجي قلي داك يد لا كريم جو راه كاين اون كريم دونك انا كون دير ميلونج او دي كون دير ساكا فريمون ليجي كاي الماكن خفيفي مي انا كنت ما كل ما دي سميت كل ما ديت في مانيس بلوس هذا نو هذه واحد الفون دو تارت نيك الفور دونك هذا نو ديت في مانيس اكثر فوالا. دونك نحرك هكا كاع حشمه تقلا لا كريم كي نتخدز ما فيا يعني تفقد فريمون يعني جون اون كريم كاينه مين كنت يعني ودي بكم تاع الذكر في فيت مي وتقال ما راه داينا كني زمت دايمي ايسوا كي مي سنسي لا كريم انا غاستغ نجيب لا مارغرين غامولي كي سخلت حتى مليح وتجي حتى يعني باش ما يخسطط شويه لا تومبيراتور فوالا. كيما قلت لكم هنا قلت لكم هنا بعد ما طفيت لهذيك الكريمه زدت لها مغير فهكذا مارغرين طريه. من بعد يعني حطيت هكذا دو كوتي حركتها هكذا مليح باش يعني تحبط لها هكذا شويه درجه الحراره، يعني ما نديروهاش هكذا هي سخونه مليح وما نخلوهاش تاني تبرد مليح. وهنا بعد ما يعني ما تدفات لي هكذا شويه انا راح نفرغ كامل هذيك لو فلون ولا هذيك الكريمه فوق لو فون دو تارت ديالي، راح نسويها كامل هكذا تجي هكذا الوجه ديالها هكذا بيان ملساء ونحطها طيب على درجة 180 درجة. كي نشوفو هاديك يعني الحلو يعني هاديك لاباط كامل في لي كوتي طيب طابت لي يعني ولات لي هكدا دوغي راح نشعلها من الفوق بون يعني مع عيون قادو غير هكدا ندوروها حتى يعني تحصل على نشوفو هاديك لاكوت من الفوق ونشوفو هاديك يعني بلي تحمرت لي هكدا بيان من الفوق ونحوها وهكذاك سخونه راح يعني نسخن هكذا لا جولي ولا الناباج ونديرها كامل على الوجه تاع لو فلون ديالنا. فوالا انا كنت ديمي يعني مي اكاد توتا سك على تمبيراتور انا كنت زين دي سمار سيكلا لو فون دو تارت ني ابري على افي ولا لا تمبيراتور 180 دوغري ما زرا كي لي كوتينيك لا كونت الشاله سفل ورقه راس تحريك هكا حاش ما زرت لا كروت ني كسفل ابري واتي دكسر واتي رفع يحمر بيان واتي دكسر دي يحمر لا جولي ابخي اصالي كي تشوف لا كاينه كي تخدم ديمي كوا على راس لا جولي اكنت اكن يحمى على غاس لا جولي كي تشوف الوث جا دي سميت يعني دي اكم اكدا اكم دينا اوب تومارا لو فلون باتيسينو حاشا مذاين يعني يقل داس ما تملح باش ما يعني لو فلون هذه اللي تف مليح كيما نيس وما تبطون تا كتزار ما كان لي زيتاج ني كان لا باتيني واحد لو فلون اكي يعني تي سكا يشبع فوالا. قلت لكم هنا كي نحيتو كيما قلت لكم سبق لي وقلت لكم درت له هذاك الناباج وهنا يعني لازم نخلوه يبرد مليح باش نقسمو باش تشوفوا هذوك طبقات هذيك لاباط وهذيك يعني العجينه وهذاك لو فلون. وهنا راح نعطيكم هاد لاستيس يعني كيفاش ديمولي ولا تارت ديالكم ترفدوا هكذا الكاس وتحطوا هذاك لو بلاطو ديالكم هكذا فوق هذاك الكاس وتنحوا وترفدوا هذيك يعني لا تارت ديالكم بكل سهوله ما تتكسر يعني ما يصرى لها اي حاجه. فوالا انا كنت دايني انا كنت لاستيس هنا ام كات ديمولي مدان لا تارت نوان انا كنت دايني تمت الكاس تسمت لو بلان وين سوفل
ويعني هو تدار في نتاك لا تختنون تاع نتاك كنت مجلوب يعني يعني تري فاسيل او قبطو او سيتا او مدازو وذاك يتخزن ديالكم دبتو غا كاين كي دايني او سجيغا لي سميت ملاه دونك لي اوبليجي في لاد اكمل على فيديو مي يكون يعني جمع حاجه ما يقلاون فريمون داسمات وذاك ني تزارمت يعني ام سي دي وسي يعني لو فلوني يعني خزمت يعني لا كريم ني توساد يعني فريمون خفيفيت لا بات توساد يعني توساد يعني تقرمش توسد يعني امشي سنيا امشي كون دينا هو توسد تقرمش توسد يعني تطمن بيا ارديك ادي لو طاد على فين الفيديو كنت دينيغ ويسهم تكاس لي جيم واحد بارتاج وكون دينيغ ان نلقى الفيديو نتم تجي ان شاء الله كنت دينيغ سلام لهنا كما قلت لكم انا قسمت لكم قلت لكم انا ما خليتهاش هكذا تبرد مليح بصح نتوما خلوها لازم عليكم تخلوها هكذا تبرد لهنا كيفاش كي قسمتها لكم قلت لكم خرجت لي روعه قلت لكم خرجت لي يعني روعه جات بنينه هذيك الكريمه جات خفيفه وهذيك العجينه جات هشيشه جات مبسه واش نقول لكم نتمنى عجبتكم الوصفه تاع اليوم نقول لكم ما تبخلونيش بالايجاب ونقول لكم لهنا نكون وصلت نهايه الفيديو نقول لكم دمتم في رعايه الله سلام.